السلام عليكم، اخباركم ايه؟ ان شاء الله جميعا تكونوا بخير. انا عمرو موسى وسعيد جدا انكم بتشوفوا الفيديو دلوقتي معايا في قناتي، قناه غاوي قهوه. مطحنه القهوه جاستروباك ادفانسد بلس، زي ما اتفقنا قبل كده هنجربها على كل الماكينات المنزليه اللي احنا شغالين عليها في القناه. النهارده ان شاء الله هنجربها مع الباسكت الغير مضغوط او الباسكت المكشوف زي ما بيقولوا في ماكينه القهوه جاستروباك بوكلو. هنشوف الاداء وهندردش بالمره سوا مع شويه نصايح في استخلاص القهوه الاسبريسو والطريقه الافضل لاستخدام ماكينه القهوه المنزليه. يلا بينا. النهارده ان شاء الله هنشتغل زي ما قلت لكم على الباسكت الغير مضغوط، اللي هو بيكون عباره عن طبقه واحده بس فيها مجموعه فتحات زي كده. انا هشتغل على البورتافلتر بتاع الماكينه اللي بيجي مع الماكينه البورتافلتر الاصلي، هركب فيه الباسكت، بيركب عادي جدا وبيدينا نفس النتائج، مفيش اي اختلاف خالص بين ان احنا نشتغل على بورتافلتر مكشوف. انا شخصيا افضل ان انا اشتغل مع كل ماكينه قهوه منزليه على البورتافلتر الاصلي بتاعها عشان ما يسببش مشاكل في جسم الماكينه او في الجروب هيد او كده. بعد كده ممكن حابب انت انك انت توفر مثلا بورتافلتر اضافي وتقصه، او انك انت تشتري بورتافلتر مكشوف بس يكون متوافق مع الماكينة، مفيش اي مشاكل، هي هتكون نفس النتائج ان شاء الله. بس طبعا البورتافلتر المكشوف بيساعدنا في الاستخلاص، ان احنا لو عندنا اي مشاكل في الاستخلاص بيكشفها لنا، بنقدر نشوفها من شكل الاستخلاص اللي نازل. هستخدم حبوب القهوه كونتي بليند اسبريسو، احنا جربنا منتجات الشركه قبل كده برضو في القناه سوا، هسيب لكم رابط الفيديو ان شاء الله. هناخد 18 جرام قهوه هنطحنها ونشوف الاستخلاص بتاعنا. المفروض ناخد 36 جرام او 36 ملي من 25 ل 30 ثانيه. طبعا معايير الاستخلاص بالباسكت الغير مضغوط تختلف تماما عن معايير الاستخلاص بالباسكت المضغوط زي ما بنقول في كل الفيديوهات، وعندكم فيديوهات انا شارح فيها الفرق بين استخدام الباسكت ده والباسكت الثاني، تقدروا تشوفوها في القناه ان شاء الله، وبرضه هسيب لكم روابط. انا في استخدامي للمطحنه مش بعبي الهوبر بالبن، انا باوزن الشوت اللي انا هطحنه على قد الكميه، يا دوب هي بطحنها شوت بشوت. اخدت دلوقتي 18 جرام ونص بالظبط. على فكره المطحنه لازم تعرف ان بيكون فيها نسبه هدر من نص الى 1 جرام بحد اقصى، فلازم تعمل حسابك فيه. تعالوا يلا هسخن الاول البورتافلتر والباسكت، وفي نفس الوقت هسخن الكوبايه اللي هستخلص فيها. ضروري جدا انك تنشف الباسكت كويس قبل ما تعبي فيه البن المطحون. طبعا درجة الطحن في الباسكت الغير مضغوط بتفرق عن درجة الطحن في الباسكت المضغوط، لازم درجة الطحن بتكون انعم درجة او اتنين، وكمان الدقة نفسها كمان بتفرق معنا كتير. يعني في الباسكت المضغوط لو في مشاكل في دقة الطحن ممكن الباسكت يتلافاها وفي نفس الوقت هيستخلص لك القهوة بتاعتك. انا طحنت دلوقتي على رقم 5 في المطحنة، يعني انت ممكن تفرق معاك نص درجة زيادة او نص درجة اقل على حسب نوع البن ودرجة التحميص وتاريخ التحميص وغيره، بس دي كده يعني ارقام تقريبية عشان اسهل عليكم، بحيث انك انت توصل لدرجة الطحن المناسبة بتاعتك باسرع ما يمكن او باسهل ما يمكن. لكن انا ما اقدرش اقولك ان رقم 5 هيظبط عندك، انت برضو جرب وشوف. طيب هتعرف ازاي ان الرقم بتاعك مظبوط او لا؟ انا دلوقتي اخدت 18 جرام، المفروض ان انا هستخلص 36 جرام اللي هي ضعف الكميه، الريشيو بتاعي 1 الى 2. توقيت الاستخلاص من 20 ل 30 ثانيه، بس التوقيت الانسب من اول ال 25. افك التكتلات بتاعتي زي ما احنا دايما متعودين، عود اسنان او لو انت عندك مفكك تكتلات او اي اداة انت بتستخدمها بتفكك الكتل اللي ممكن تكون حصلت اثناء الطحن. حجم الباسكت اللي انا بستخدمه 51 ملي، ده المناسب مع ماكينة القهوة جاستروباك بيكلو، فبالتالي الموزع والتامبر كل حاجة عندي هتكون 51 ملي. هيجي دلوقتي دور الموزع، الموزع وظيفته ان هو يساوي لي سطح البن داخل الباسكت، ما يبقاش فيه مساحة عالية ومساحة منخفضة. انا هحط الموزع كده، هنلفه لفتين ثلاثة في اتجاه عقارب الساعة كده، خلاص زي ما انتم شايفين سطح البن بقى مستوي. هتيجي بعدها عملية التامبنج، التامبر المعدني. طبعا التامبر بلاستيك ممكن تستخدمه بس مش هيديك افضل النتائج، فاحنا بنستخدم تامبر معدني برضو مقاسه 51 ملي. اهم حاجة وانت بتضغط يكون السطح متساوي، نزلة ايدك تكون متساوية على سطح البن. الضغطة مش لازم تكون بقوة زايدة عن اللازم، بس انت اول ما بتحس بمقاومة مع سطح البن خلاص انت بترفع ايدك زي كده، خلاص انت بس لما بتيجي تسحب بتسحب بالراحة عشان ما يحصلش شفط للبن بتاعك او للكيكة بتاعتك.
ده الشكل بعد ما عملنا تامبنج. ضروري جدا اي بن على الاطراف هنا على حواف الباسكت نمسحه كويس عشان ما يأثرش على الماكينة وكمان ما يأثرش على الاستخلاص. هنرجع نسخن تاني كمان الفنجان ونتأكد ان درجة حرارة المية اللي نازلة من الماكينة سخنة. ضروري جدا يعني انا في استخداماتي دايما الماكينة خاصة في جو الشتاء زي كده لازم انزل مية من الماكينة مرة واثنين وثلاثة كأني بستخلص استخلاص كامل عشان اضمن ان درجة الحرارة اللي نازلة من الماكينة بالظبط هي اللي انا محتاجها للاستخلاص. اركب البورتافلتر بتاعي في الماكينة من الجنب كده والفه لقدام، اتأكد ان قفل كويس في الماكينة، احط الميزان بتاعي واتأكد انه على صفر. دلوقتي انا هبدأ استخلاصي وهبدأ حساب الوقت مع نزول اول قطرة في الفنجان. يلا بسم الله. محتاج اخد 36 جرام في حوالي 25 ثانية تقريبا. بدأت التايم بتاعي زي ما انتم شايفين شكل نزول القهوة. طبعا ممكن تحس ان في تقطير كده بيحصل، هو مش بطء، هو ممكن عشان احنا بنستخدم البورتافلتر المقفول فممكن بينحشر فيه كريمة او زي كده. تمام، احنا كده اخدنا 36 جرام قهوة. تمام بالظبط اخدنا 24 ثانية. ده شكل الاستخلاص بتاعنا. تعالوا كده نقلب القهوة بتاعتنا ونشوف الطعم. طيب احنا دلوقتي اخدنا قهوتنا، اخدنا الكمية اللي احنا محتاجينها في 24 ثانية اللي هو المعدل الطبيعي اللي احنا اتفقنا عليه، اللي احنا قلنا من 20 ل 30 ثانية والافضل انه يكون من اول 25. اهم حاجة عندي دلوقتي اللي اهم من المعايير واهم من كل حاجة ان انا هقلب قهوتي واشوف الاول الطعم عبارة عن ايه. بسم الله. طيب القهوة بتاعتي دلوقتي انا دقتها، لو طعمها دلوقتي مناسب ليك خلاص انت كده وقف وثبت معاييرك، هي دي كده القهوة اللي هتعجبك وكده الاستخلاص بتاعك مظبوط. مش لازم توصل عند 25، مش لازم توصل عند 30، طالما القهوة طعمها عجبك وقوامها والكريمة كل حاجة معاك مظبوطة ثبت معاييرك على كده. احنا كده واقفين على رقم 5 في المطحنة، انا طحنت على رقم 5 بالمناسبة. اخدنا 36 جرام في 24 ثانية، طعمها طلع مناسب هنثبت شغلنا على كده. طيب حاسس ان في مثلا حمضية شوية، حاجات بسيطة، حاول انت بقى تحرك المطحنة ربع درجة او نص درجة في اتجاه الانعم بحيث انك انت بدل 24 ثانية هتلاقي الاستخلاص هيوصل معاك ل 27 28 ثانية. شوف الطعم برضو ايه. مثلا حد تاني جرب وصل مثلا الاستخلاص معاه 30 او 31 ثانية 32 ثانية لقى الطعم فيه مرارة ومزعجة وكده، حاول انك انت برضو تخشن نص درجة وشوف الاستخلاص بتاعك، حاول تنزل مثلا ل 26 27 25. شوف الطعم، اهم حاجة الطعم يكون مناسب ليك انت، ده الهدف زي ما بنقول دايما من انك انت تقتني ماكينة منزلية ومطحنة في البيت، انك انت توصل للمعايير المناسبة لمذاقك مش المعايير اللي مكتوبة في الكتاب. بس عموما هو في ستاندرد احنا بنحافظ عليه عشان نقدر نوصل للاستخلاص الصحيح، عشان نقول ان استخلاصنا صحيح. الاستخلاص وصل معاك مثلا 35 37 39 ثانية، انت كده ما تكملش الاستخلاص اصلا لانه بطيء جدا. اولا هيديك مرارة زايدة جدا مش تقدر تشرب القهوة، ثانيا انت هتأثر جامد على الماكينة بتاعتك، انت هتعدم الماكينة لانك بتولد ضغط زايد جدا على الماكينة ممكن يأثر عليها ويخربها. الموضوع بيفرق من حبوب بن للتاني، في احيانا حبوب بن بتكون فيها مرارة زايدة شوية مثلا في التحميص او في حبوب البن نفسها او كده كطعم، فانت محتاج انك انت تخشن درجة عشان تقلل نسبة الاستخلاص. طيب احيانا مثلا حبوب بن مثلا يكون فيها حمضية زايدة شوية، انت مش بتحب الحمضية، يعني في ناس تحب تحس بطعم الحمضية في القهوة خاصة الحمضية الفاكهية الجميلة اللي بتكون في الحبوب القهوة المختصة وكده، انت ممكن تزود مثلا درجة الطحن مثلا تنعم نص درجة كمان بحيث انك تاخد 30 31 32 ثانية مثلا في الاستخلاص بتاعك، مش مشكلة 32 ثانية، بلاش نزود عن كده، هتلاقي برضو الطعم جميل معاك وعلى حسب برضو المذاق اللي انت بتحبه. ممكن مثلا برضو نزود نص جرام او جرام بن
بحيث برضو ان احنا ناخد حلاوة اكتر في الاستخلاص بتاعنا. المهم انك انت توصل للمعيار الستاندرد، بعد كده بقى انت بتلعب في المعايير بقى بحسب مزاجك، عايز تزود مثلا نص جرام او جرام زيادة في البن، عايز مثلا تقلل في الاستخلاص جرام او اتنين، بدل ما تاخد 36 مثلا تاخد 35. جرب جرب وشوف المزاج والمذاق بتاعك عبارة عن ايه. تعالوا يلا نجرب استخلاص تاني. انا زودت اقل من نص درجة ناحية الانعم، هنشوف الاستخلاص هينزل في كام ثانية. ده شكل الاستخلاص بتاعنا. ده شكل الاستخلاص بتاعنا، اخدنا 36 جرام في 28 ثانية تقريبا. يعني معنى كده انك انت كل ما بتغير في درجة الطحن كل ما توقيت الاستخلاص بيفرق معاك. على فكرة في عندك لمبة هنا مكتوب عليها الديسكيلينج، هي دلوقتي منورة معايا في الماكينة، اللي هتنور معاها اللمبة ديت معناها ان الماكينة بتاعتك محتاجة دورة تنظيف او دورة ازالة ترسبات. الماكينة كل فترة على حسب انت ظبطك لنوعية المياه اللي انت بتستخدمها، كل فترة محددة بتديك اشعار هنا اللمبة دي تنور، معناها ان جه ميعاد الديسكيل. الديسكيلينج احنا عملناه سوا برضو للماكينة، موجود الفيديو هسيب لك الرابط بتاعه عشان لما تنور عندك اللمبة زي كده تعرف ازاي تتعامل مع الماكينة وازاي تعمل لها دورة تنظيف كاملة. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون فيه فايدة للجميع، تكون عرفت المطحنة هتوصل معاك لأي درجات بالظبط واستخلاصها عبارة عن ايه عشان تقدر تاخد قرارك في المطحنة قبل ما تشتريها. لو عندكم أي استفسارات أو تساؤلات يا ريت تكتبولي في التعليقات، هرد عليها إن شاء الله، وبكون سعيد جدا بتعليقاتكم. بشكركم جدا للمشاهدة، في أمان الله.